عارف حضرتك محمد صلاح لما طلع وقال لك انا كنت في نادي مش عارف سكة الحديد وبعد كده طلع ولا المقاولين وبعد كده طلع على بازل السويسري وبعد كده قال لك انا عايز اكمل، عايز اعمل حاجه. انا بالنسبه لي محمد صلاح بيديني يعني دفعه معنويه دايما. يمكن في ناس مش عارفه ان احنا ممكن نكون بره مسافرين بره يبقى عليك ضغوطات كبيره جدا، تبقى طبعا حاسس انك لوحدك، محدش معاك، مفيش حد بيقول لك حاجه، انت بتشق لنفسك طريق عشان تعمل لنفسك نجاح. مفيش طريق سهل منك قدامك يا دكتور، حد سبقك فيه فانت بتكمل وراه، انت بتعمل الطريق عشان تعمل لنفسك نجاح، ودي صعوبه الموضوع. فبتبقى لوحدك كتير وتبقى ساعات بتفكر هل اللي انا بعمله ده صح ولا لا. الحمد لله لما بدات النتيجه تطلع والافلام تطلع الحمد لله الواحد هدي شويه. بس ارجع في الاخر طبعا بقول نفسي فعلا ان انا اعمل حاجه كويسه هنا. طيب